بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المهدي الفضائية أينما كنتم، حياكم الله. تابعونا في هذه التغطية حيث نقف هنا في باحة من باحات مسجد الكوفة المعظم لننقل لكم هذه التغطية من خلال هذه المسابقة الوطنية، مسابقة السفير الوطنية 12 لحفظ القرآن الكريم وتلاوته. إذن تعالوا معنا أحبتي الكرام لنكون على قرب من هذه المسابقة واختصاصاتها. قال تعالى في محكم كتابه ومنيف خطابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. صدق الله العلي العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أبارك لكم الذكرى الميمونة المباركة لخاتم الأنبياء وسيدهم الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالولادة الميمونة، لحضوره المبارك ولنوره الكريم الذي حل في أرجاء هذه الدنيا وأضاء بها. كما أبارك لأمانة مسجد الكوفة ومن احتفى ومن شارك وساهم في إقامة هذه المسابقة المباركة السباقة في خدمة القرآن حفظاً وتلاوةً. تحية طيبة لكم لقناة المهدي ومشاهدين هذه القناة المباركة. الحقيقة بداية طبعا أبارك للعالم الإسلامي ولكم جميعا والمشاهدين الكرام الولادة الميمونة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تيمنا بهذه المناسبة العظيمة أقامت أمانة مسجد الكوفة المعظم دار القرآن الكريم المسابقة الوطنية القرآنية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته على مدى 12 عام. طبعا كل سنة تقام، نخاطب المؤسسات القرآنية في المحافظات، هناك اتحاد الروابط القرآنية والتجمعات، إضافة إلى العتبات المقدسة. كل عتبة مقدسة ترشح أو تنتخب من يمثلها بالمسابقة حافظ لكل قرآن مع قارئ. إضافة المحافظات، كل محافظة فيها اتحاد الروابط القرآنية، فرع من عدة أو رابطة سموها روابط قرآنية، أيضا ترشح لنا قارئ وحافظ. في هذا العام تقريبا القراء عددهم 19 قارئ، الحفاظ 14 حافظ لكل قرآن كريم. على مدى يومين، يوم أمس واليوم هذا إن شاء الله تعالى، أقيمت هذه المسابقة وبإشراف لجنة تحكيمية مؤلفة من أساتذة يعني معروفين بالساحة القرآنية في العراق على مستوى العراق، المسابقات الوطنية والمسابقات الدولية، طبعا جودة الحفظ، الوقف والابتداء، القواعد التجويد، الصوت والنغم. نعم سيدنا، هؤلاء الحفاظ والقراء يتكررون في كل عام نفس الاسماء ام هناك اسماء جديده؟ اكيد هناك اسماء مختلفه، يعني كل عام اكو، يعني لانه كما تعلم نفرز المركز الاول والثاني والثالث عبر مسابقه الفاينال او المسابقه النهائيه. طبعا كل مسابقه وطنيه على العراق في العراق تعمل هكذا، يعني معمول بهذا متفق عليه. فبالنسبه للقراء والحفاظ لا يتجددون، في كل عام تجي يعني وجبه جديده من الشباب ما شاء الله. حقيقه يعني اللي شاهدناه من حيث الحفظ، من حيث الأداء، من حيث الصوت، من حيث حتى النغم، يعني أصوات ما شاء الله مشجعة بأنه لها مستقبل واعد في العراق العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم
كتاب مرقوم يشهده المقربون. حياكم الله أحبتي المشاهدين الكرام، معي يقف إلى جانبي أحد المحكمين في هذه المسابقة الحاج عباس المنشداوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المسابقة بالتأكيد لها تأثير على المجتمع، في ولا سيما تقام في أحد المشاهد الكريمة في محافظة النجف الأشرف، مسجد الكوفة المعظم. كيفية اختيار النصوص وكيفية أن يقام التحكيم وإفراز الحفاظ والقراء الجيدين هو على مسؤوليتكم بالتأكيد. طبعاً. كيف تختارون القارئ؟ نعم. والحافظ؟ طبعاً القارئ نختاره من خلال المحافظات اللي يختار، باعتباره مسابقة وطنية تشمل المحافظات، ونختار الجيدين طبعا اللي عندهم يكون أحكامه جيدة وصوته جيد ومستعد في التنغيم وكذلك في مجال وقف الابتداء، وهو يعني لديه مسابقات سابقة يكون مشترك، يعني يكون عنده أداء جيد ومو أي كان، يعني يكون هذا مختبر من قبل لجنة يلا يشارك في هذا المسابقة إن شاء الله. إلى جانبي يقف أحد المشاركين في هذه المسابقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. اسم الكريم؟ القارئ جلال فليح البهادلي، المشارك عن المزارات الشيعية الشريفة في العراق. نعم. أستاذ جلال، كيف اخترت لهذه المسابقة وما هي مشاركتك في هذه المسابقة؟ نعم أستاذ، يعني كان الاختيار من الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة، إذ هناك كثير من القراء و أصب الاختيار علي بهذه المسابقة، إذ أكون قارئ بهذه المسابقة في التلاوة. هذه المرة الأولى تشارك في هذه المسابقة؟ اشتركت قبل 8 سنين تقريبا بهذه المسابقة المباركة، وكثير من المسابقات اشتركت فيها على مستوى المحلي والدولي. حصلت على جوائز؟ نعم، حصلت على مراكز متعددة بمسابقات، إذ أني في السنة 13 لي في المسابقات تقريبا على مستوى العراق، واشتركت في مسابقة المزارات والعتبات الدينية في العتبة الحسينية المسابقة الدولية. الحمد لله على ما أنعم، والشكر له على ما ألهم، الحمد لله في البداية والنهاية، الحمد لله على نعمة الولاية، ثم الصلاة والسلام على النبي الذي أتى ليزيل ظلاماً على ظهر الكون قد عتى، فأشرق بنور جميل الضياء، فكان انتقاء وارتقاء، فصلوا عليه وعلى آله النجبا. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورنا الكريم، غالبا ما يطلق على شيعة أهل البيت بأنهم حسينيون فقط ويضعون القرآن وراء ظهورهم، ليسوا قرآنيين. الرسالة التي توجهونها للعالم من خلال هذه المسابقة والمسابقات الأخرى ما هي؟ الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الكيل مال الاتهامات هذا من أيام الأولى من صدر الإسلام ولحد الآن على التشيع وعلى الإمامية في هذا المجال. بالعكس، الإمامية هم يعني القرآن، الإمام علي عليه السلام إمامهم القرآن الناطق، لاحظوا وياي، وهم في كل المجالات في كل الدراسات الحوزوية والأكاديمية هو القرآن هو العمود. لذلك الرواية الواردة عن الإمام زين العابدين، النظر في المصحف عبادة، النظر مو معنى النظر بالعين وإنما النظر بالفكر والعقل والدراية. أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بالعكس، التشيع هم عماد. لذلك شوف أقوال الأئمة عليهم السلام، أقوالهم، لذلك أقول كتاب عجبني ذاك اليوم درسته، يقول أنه خطب الإمام علي وآرائه وبلاغته هي من القرآن الكريم. حتى فاطمة الزهراء شوف خطبها، قلها ليش نقولهم آل البيت عليهم السلام. لذلك شيعة آل البيت هم أهم شيء عندهم قراءة القرآن، مو القراءة لاحظوا اللفظية وإنما لا. لذلك أكو مقولة رائعة جدا الإمام علي عليه السلام، أدرسها حاليا في الفكر الإسلامي في معهد العلمين، رواية: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر،
ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. لذلك القرآن هو الأساس، ولذلك هم عندهم عماد الحياة القرآن الكريم، لاحظوا وياي، والختمات. لذلك أنا أوصي على أن تكون القراءة قراءة الختمية، مو الختم الكمي وإنما الختم النوعي، مو قراءة مال تردد لا بالعكس، ما أتجاوز الآية إذا لم أفهم معناها. وإحنا هاي يعني عودتنا، إحنا والآن في مسجد الكوفة المعظم، هذا المسجد العظيم اللي هو جزء من نشر القرآن في أيام الإمام علي، وهذا كان إلى سطوته وإلى مكانته العلمية، وخرج الكثير من القراء، كثير هم القراء هم من مسجد الكوفة. لاحظ الكوفة هي المدرسة الأولى للقراء، لاحظ وياي، لا سيما شيخي الكريم، وأن الذين استشهدوا مع الإمام الحسين أغالبهم هم من قراء القرآن من أهل الكوفة، لذلك القرآن يرتبط بالإمام الحسين، لذلك هم قراءة القرآن، لذلك هم عودنا يعني المسجد الكوفة، مسجد الكوفة المعظم عودونا يعني هاي المسابقة الثانية عشر أعتقد في التلاوة وحفظ القرآن، وهذا لذلك هذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامنا بالقرآن الكريم، ونسأل الله التوفيق. سيد الفقار، ممكن تطلع السادة المشاهدين حول هذا المهرجان وماهيته، وكيف تستطيعون أن تنسقوا إعلاميا مع أمانة مسجد كوفة لكي تصل، باعتبار أن الإعلام هو السلطة الرابعة وهو العين التي يرى من خلالها إلى العالم أجمع بأن شيعة أهل البيت قرآنيون حسينيون. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتزامن مع ذكرى ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، تقام هذا اليوم فعاليات المسابقة الوطنية لقراء القرآن وحفظة القرآن بنسختها 12. هذه المسابقة تأتي تزامنا مع ذكرى ولادة الرسول الأكرم ومع ولادة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك هي من مبدأ ترسيخ الثقافة القرآنية في نفوس شيعة علي بن أبي طالب والمسلمين بصورة عامة. هذا اليوم اشترك 33 مشاركا بين حافظ وقارئ من 14 محافظة. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. لا تقتصر نشاطات الأمانة فقط على هذه المسابقة، هناك مسابقة أخرى لطلبة الجامعات العراقية وغيرها من مسابقات الأذان وغيرها من التلاوة لكل الفئات العمرية، إضافة للمنهاج اليومي الذي يدرس من خلال دار القرآن الكريم في مسجد الكوفة المعظم. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، شنفنا أسماعنا ومتعنا أنظارنا بهذه الأصوات المباركة والجميلة، حيث وقفنا في هذه التغطية على هذه المسابقة، مسابقة السفير الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته. حتى نلتقيكم في تغطيات أخرى، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.